عقد الحوار الاقتصادي جلسته المتخصصة الأولى لليوم الرابع والأخير تحت عنوان الحماية الاجتماعية، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. ناقشت الجلسة الوضع الراهن لبرامج الحماية الاجتماعية والتطورات الجديدة بها والخدمات المقدمة لتحسين حياة المواطن وسياسات العمل في ملف الأجور والمعاشات، فضلا عن مناقشة أوضاع العمالة غير المنتظمة والتأمين الاجتماعي. وتهدف الجلسة إلى الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع، والتعامل معها بشكل إيجابي مع التحديات والتداعيات والآثار السلبية لهذه الأزمات.